هنا قلبي من جوه، ده اللي بيديني القوه في طريق مشيت واديني سبب. بصوت شجي وطلة كان أغلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جذبت إليها الآذان، فهي صاحبة مواهب متعددة في الغناء والتمثيل والتقليد والدبلجة. إنها المطربة والممثلة هلا رشدي. من كورال المايسترو سليم سحاب بدأت هلا رشدي مشوارها الفني، لتنطلق بعدها وتقدم الدبلجة الصوتية لعدد من برامج ومسلسلات الأطفال، وتزيد شهرتها بعد تقديمها لعدد من الأغاني على السوشيال ميديا. الغزالة رية، ده الناس الحلوة السية، يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير عليه. غنت هلا رشدي لابنها معز عددا من الأغاني تعبيرا لمعزتها له، حيث ظهر معها في عدد من الفيديوهات مما جذب إليهما آلاف المتابعين. تغني حتى ولو كانت على سرير المرض بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت إجراءها لعملية جراحية. والسما تعمل بصائر ما حيلتنا غير البصيرة. شاركت هلا في مسابقة الصوت الذهبي وحصلت على المركز الثاني، كما شاركت في مسلسل مكتوب علي مع النجم أكرم حسني. أنا ابن مصر قلبي نسي، ما قدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. هي صاحبة صوت مصري أصيل وذات موهبة نادرة، لفتت إليها الأنظار بشدة، وبات الجمهور ينتظر جديدها وإبداعاتها المتنوعة، إبداعات هلا رشدي. لما انت قادر عالبعد قربت لي يا حبيبي، لبعد شوقي في قلبي ما زاد بتسيبني لي يا حبيبي. لما انت قادر عالبعد. طبعا حضراتكم عرفتوا معنا المطربة والفنانة هلا رشدي. هلا مساء الخير، اهلا بيك. انت مش فاهم الفيديو ده اثر فيا جدا، يعني فوق ما تتخيل بصراحة. جمعنا لك شوية حاجات كده مواقف. عارف لما تحس انك شفت شريط، يعني في حدوتة كده، في حاجة حصلت، يعني انا ما كنتش متخيلة كده. يعني ايه اكتر حاجة لما شفتيها اتفاجئتي، اكتر حاجة لما شفتيها اتأثرتي من المراحل اللي مرينا بيها في التقرير؟ يعني يمكن فترة التعب، يمكن الفترة دي أكتر حاجة، يعني شفت بقى مش عارفة إيه التنطيط ومش عارفة إيه، وبعد كده وأنا راقدة، يعني الموضوع كان على قد ما كان صعب، يعني الوجع كان غير طبيعي غير محتمل عليك. الحمد لله، ولكن أجمل فترة في حياتي. بس أحسن حياة أحسن دلوقتي الحمد لله. لا الحمد لله، يعني فأنا حقيقي دي أجمل فترة في حياتي الحمد لله، لأن الحمد هي لله. كان فيها لطف خفي كده، سبحان الله. عارف ربنا كان دايما الناس كنت تقعد تقول لي معلش، وانا عارفه انك زهقانه ومكتئبه وقاعده في البيت ونايمه على ظهرك وبتاع، وده عكس شخصيتك يعني ما شاء الله والمرح خالص. لكن حقيقي اكتر فتره مثلا قريت فيها، اكتر فتره بقى الذكر ونيسي، بقى في حاجات كتير قوي، بقيت اذاكر اكتر في شغلي، لا كانت فترة جميلة جدا. فدايما يقول لك المبتلى بيبقى نازل عليه لطف طبعا الناس مش شايفة، يعني هو الوحيد اللي حاسس بيه، فحقيقي تحفة. طيب كويس جدا. هنرجع لسه على محطات مهمة الحقيقة في التقرير، ومحطات أكيد مع هلا، والحمد لله طمنتي دلوقتي جمهورك اللي بيحبك، ولكن خليني أسألك، تفتكر إيه سر إنجذاب الفتيات والشباب والتينز الصغيرين والأطفال لهلا؟ إيه اللي في هلا تفتكري مميز بيخليها قريبة قوي من الناس بالشكل ده، وأي فيديو ينزل ليها وأي كليب تعمله بيلاقي المحبة دي عند الناس ويلاقي القبول ده عند الناس؟
طبعا يعني ما بحبش يعني تتكلمي عن نفسك كتير، ولكن اكيد انت عارفه حاجه معينه. يمكن العفويه شويه، ان انا بحاول يعني دايما نيتي عامه في المجال ده عامه كله ان انا ادخل البهجه والسرور على قلوب الناس. فدي هي دي نيتي عامه. فدايما يعني مثلا ساعه ما تعبت بابايا هو اللي قال لي مثلا انا عايزك تنزلي صوره تخلي الناس تدعي لك. قلت له انا ما بحبش اضايق حد، ما بحبش اضايقهم، ما بحبش بقى ايه عارف اللي هو جو ادعوا لي وصورني وانا ميت يعني. انا ما بحبش. في البعض بيستغل ده مثلا بالزبط. مرض او ازمه عشان انا ما بحبش كده، يجيب متابعه اكتر. وحتى يعني يوم ما اتحايل عليا لو سمحتي ارجوكي يمكن دعوه من حد طيب تنجيكي يعني. فنزلت الصوره قلت لهم ما حدش ينزل الصوره الا قبل ما ادخل اوضه العمليات لما يقولوا لي جاهزه، فاقول لهم قلت لهم نزلوا الصوره. ماليش بقى في جو بقى ويكلموني والف سلامه وان شاء الله نطمن عليها يعني اللي هو انا تمام. فيعني الحمد لله. احنا كنا بنتكلم في نسيت. طيب بنتكلم في الحاجات اللي بتميزك. أيوة. هلا لما كلنا بنشوف اي كليب لهلا او اي اغنيه بنحس انك مش بتغني قد ما انت بتدندني. فكره الدندنه وفكره البساطه في الاداء في الغنى دي جميله جدا يعني. ده توجه؟ هل انت كنت قاصده ده مع انك متاسسه تاسيس اوبرالي وبتاسسه في الاوبرا فرقه الماسترو سليم سحاب، ولكن فكره الدندنه ليه خدت الخط ده؟ مبدئيا انا كنت بغني مثلا اغاني ام كلثوم من وانا عندي 8 سنين. هايل. حلو. وكان عندي النبره اللي هي دي تمام. وهي ما زالت موجوده، لكن انا بحاول اخفيها وما تطلعش غير في الشديد القوي يعني. ليه؟ علشان عارف عارف لما تبقى عارف عبد الحليم اغاني عبد طبعًا. الحليم تيجي اكيد طبعا يعني بقول لك يعني عارف اللي كان مميزه انه هو بيغني بسلاسه غريبه جدا، وتحس انه الاغنيه دي سهله تيجي انت تغنيها تلاقيك بتشحر تلاقيك دخلت في حيطه يعني. انه انا بحب كده، احب انه ما احبش ان انا استعرض حاجه اللي قدامي ايه العظمه ايه ده، اقعد طول الوقت بعمل كده. عمرك ما هتستحمل انك تسمع حد طول الوقت صوته كده فتره طويله. هي اغنيه وشكرا. لكن تحضر حفله بقى هتحس بدات تمل. انا بحب الروح الخفيفه صح. يعني اللي يسمعني يبقى مبسوط وفي نفس الوقت حاسس ان هو قريب يقدر يغني الاغنيه دي بالطريقه اللي طب ما حلوه ما انا ممكن اغني ام كلثوم كده يعني. طب ما تيجي تغني ام كلثوم اللي كده. يلا بينا اتفضل. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس. وسيني وملا وسيني تاني وسيني تاني منك من الحب من نور زماني. وسيني قال من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني، حسيت كأني اتخلقت تاني. الله روعة. وبرضه بتقولي بغني ام كلثوم يعني ليه شديد قوي. طيب لو تخيلنا ان هلا هتغني الاغنية بطريقتها بقى مش بطريقة ام كلثوم، هتغنيها ازاي؟ ما هو انا غنيتها والله في طريقتي دي بس في الاخر ده لا 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 الطلعه دي كان لازم تيجي كده. هتغنيها ازاي؟
والله اغنيها برضو بال يعني زي ما غنيتها دلوقتي ان بيبقى فيها سنس كده اللي هو طب نشوف كده كوبلي كوب كوبلي صغير كوبلي صغير. لا ما انا هقول كوبلي صغير من اغنيه تانية ولا لا منها برضو منها هي برضو هنغير في الاداء بطريقه هلا والله هو ده هو ده التست هو ده التست انا غنيتها بطريقتي والله لا برضه لسه برضه مش مقتنع زي التيك توك كده هتغنيها ازاي طيب الحب هو الحب ده نسيتني برضه انا اقول لك خليني قبل الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كل حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلب بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب بس وسيني واملا وسيني تاني وسيني تاني منك من الحب من نور زماني اسقيني من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني حسيت كأني اتخلقت تاني عظيم عظيم يعني لا خلاص لا انا بسألك ده ليه لان انا كنت عايز الحقيقة يعني اعرف الموهبة العظيمة دي وتأسيس موسيقي هايل هايل يعني فرقة الماسترو سليم سحاب وقامات وأسماء كبيرة جدا خرجت منها ولكن ليه هلا ما كملتش في ده؟ هل اسمحي لي أسألك هل الحجاب عطلك؟ لا يعني أنا مش عارفة إيه اللي حصل يعني أنا خلصت يعني أنا كنت عايشة بره كنت عايشة في السعودية وكنت بقى بغني بقى في السفرة المصرية وحفلات للسفرة العرب وكلام كبير كده يعني وأنا كنت طفلة يعني كنت عندي 8 سنين لغاية بقى ثانوية عامة وبعد كده رجعت هنا دخلت الكليه ما يعني ما حاولتش اغني في الكليه كنت بغني على السلم كده بهزر يعني مع اصحابي يعني لكن انا ابقى حد بقى محترف بقى وادخل مسرح الجامعه والكلام ده ما حصلش ما قررتيش ما اعرفش ليه يعني صدقني مش عارف وبعد كده خلصت الجامعه رجعت السعوديه قعدت مع اهلي شويه رجعت اتجوزت وخلفت عادي جدا وقاعده حتى ما فكرتش في القصه واشتغلت مدرسه فتره وبتاع منك بدات وجربت يعني ايه موسيقى وجربت يعني انا بحب الغنى يعني الغنى جوايا كده تلاقيني دايما بدندن في المطبخ دندن مش عارفه ايه بتاع وصدى الحمام خطير قاعد عارف لو بعمل كل حاجه فلكن غنى بقى يعني ك يعني بروفيشنلي يعني لا ما حصلش ما ندمتيش بعد الفتره دي لما لقيتي النهارده في اسماء كبيره واسماء محترمه وعلى مستوى العالم العربي مش بس على مستوى مصر يعني موهبتك ما تقلش بل تفوق مواهب كتير يعني ربنا يخلي حضرتك ما قلتيش انا ليه ما عملتش كده بالعكس هو كل تاخيره وفيها خيره انه بالعكس انا حاسه ان انا اكتشفت صوتي في الفتره اللي انا قعدت فيها اكتشفت ان عندي دندنك عندي صوت تاني غير الصوت الجهوري ده انا كنت طول عمري بغني بده بالقوي ده يعني ما كنتش اعرف اللي تحت ده شكله عامل ازاي الطبقه بقى الطبقات اللي هي اللي في الحنين دي شكلها عامل ازاي فاكتشفت نفسي بقى بالدندنه بالسمع الكتير بقيت بسمع الجديد اكتر عشان اشوف ايه اللي بقيت اعمل زي حاجات كده دراسه كده غير مقصود كويس فده اللي خلاني من ساعه ما دخلت ليا حته كده بطريقه غنى معينه لو سمعتها تعرفها فدي سبحان الله ممكن يكون القعده هي اللي خلتك تكتشف ده فانا صح. بالعكس انا ما فيش حاجه ندمت عليها الحمد لله ودايما بحس ان هو ربنا بيحط كل حاجه في مكانها وفي التوقيت المظبوط يعني بمناسبه الثانويه العامه وبمناسبه التنسيق وبمناسبه حاجات كده كتير انا عندي معلومه عايز اتاكد منك اذا كانت صح ولا غلط انت كنت متفوقه في الثانويه العامه جبتي مجموع عالي جدا
رفضتي طب اسنان صح كده؟ ورغم ان الاسره بابا وماما اطباء اسنان واختك واختك الكبيره طبيبه اسنان وضحيتي بالمجموعه رحتي فين؟ تجاره انجلش ان شاء الله. العظيم كويس. انما ازاي تضحي؟ كنت جايبه كام؟ كنت جايبه لا انا كنت معديه وبعد كمان اللي هو اسمها ايه المستوى الرفيع باين ولا مش اصلا جيت لان انا كنت جايه من بره المستوى الرفيع عديت ال 100 وشويه 100 وشويه لا انا في حته ثانيه والله العظيم. يعني وما كنتش النرد بقى لكن انا يعني انا بحب ان انا اتفوق يعني بس ف كنت جايبه 100 وشويه في الثانويه العامه بس فبابا وماما اللي هو طب اسنان طبعا ايوه بقى يعني نفتح بقى المجمع بالظبط كده احلام بابا وماما والبنتين وهبه يعني. وبتاع فخلاص تمام فقلت لهم لا لا مش هقدر ماما بقى ايه يعني ايه كان صدمه بقى ورب وقلبي ورب قلت لها بصي انا مش بتاعه شقه يعني انا مش من الناس اللي هو بقى ايه تصحيني الصبح انزل مش عارفه ايه واقعد اكتب بقى وانا عندي مشاكل في ظهري من ايام ما اتولدت فلا انا ما بحبش الجو ده انا كنت حاسه ان انا ارتستيك اكتر يعني ادخل فنون جميله ادخل انا كنت عايزه ادخل فنون جميله مثلا قالوا لي كمان يعني كمان تقولي فنون جميله قلت لهم اعمل لكم ايه طب تجاره انجلش بس فدخلت بقى تجاره انجلش وما عملتش بيها اي حاجه الحمد لله. واشتغلت بقى كده في الفن او يعني مش اشتغلت يعني موهبتك الفنيه يعتبر يعني يعني انا حاليا انا يعني بتربح من الموهبه بالظبط خلاص بقى شغلي بقى ده يعني حاجه يعني بروفيشنال يعني. انت مع اي حد طالب دلوقتي النهارده ممكن يكون بيسمعنا وانا كانت معايا الاولى على الثانويه عامه ادبي امبارح بتقول لي انا عايز ادخل كليه حقوق الاولى على الثانويه العامه ادبي قلت لها كليه حقوق قالت لي عايز كليه حقوق انا هدفي ده فتشجعي اي حد يمشي ورا موهبته انا اشجع ده بالثلث ليه بقى لان انا يعني في وجهه نظري انا شايفه انه ربنا سبحانه وتعالى خالق في كل واحد مصدر رزقه يعني خالق في المذيع انه هو شخص متحدث لبق عنده قبول الكلام ده كله خالق في الدكتور انه هو شخص عنده بيتعلم وعايز ينقذ الناس وعنده الحته دي خالق في المهندس الروحي اللي هو انه يعمل حاجه ويبني حاجه ويرسم وبتاع كل واحد عنده مصدر رزق فلازم يسعى عشان يدور عليه يعني انا مثلا من المسلسلات اللي عجبتني جدا مثلا في رمضان مسلسل اسمه مين قال تمام ده كان بيتكلم عن الجابير ان الجابير ان بين الثانويه العامه وبين الكليه سنه فاضيه هو بيدرس حاجات بيتفرج بيشوف ده ولا ده ولا ده عشان يدخل في حاجه بيحبها صح لو دخلت في حاجه بتحبها هتنجح وتكسر الدنيا لان مش هتحس بالتعب يعني انا لما اشتغلت مدرسه مثلا كنت تفوقت فيها كمدرسه والاطفال كانت بتحبني وبتاع وبنلعب وبنهزر وبتاع لكن انا كنت بروح يومين بعيط ليه والصبح لما مثلا بابا يصحيني مثلا يلا عشان مش عايزه اروح انا مش عايزه اروح وببقى في كم من الضغط النفسي غير طبيعي عشان دي حاجه انا ما بحبهاش لكن بعملها وانا بحب اتفوق في الحاجه اللي بعملها لكن مش شرط ابقى بحبها يعني فاللي بيعمل حاجه بيحبها انا ممكن اقف اغني بالساعات انا مش حاسه الساعات عدت في ايه عشان حاجه انا بحبها اكيد فلما انت بتحب حاجه عينيك بتلمع وانت بتعملها فاللي قدامك بيستشعرها فبيحسها صح. فبتتفوق فيها فاوعى حد يدخل لمجرد انه جايب مجموع كبير واللي جايب مجموع قليل يقعد يندب في حظه والكلام ده كله يعني يا جماعه والله ده في الموازين مش كده خالص والدكتور ربنا يخليه لنا يعني الدكاتره دي ربنا يكرمها وكل حاجه لكن دي اكتر ناس فعلا ثوابها والله ان شاء الله في الاخره اكتر من الدنيا لان هو بجد بيتبهدلوا قوي عشان يوصلوا لحاجه كبيره فربنا يكرمكم واللي جابوا مجاميع صغيره شوفوا انتوا بتحبوا ايه شوفوا انتوا بتحبوا ايه غير كده انا بحس انه اهدار للوقت واحنا وقتنا غالي يعني اكيد طيب نرجع تاني نسمع حاجه حاضر تحبي نسمع ايه انا هسيب لك الاختيار ماشي اغني الاغنيه بتاعتي اللي عملتها المعز يلا بينا ربنا يخلي معز ما شاء الله أيوة سبع سنين أيوة ربنا يفرحك بيه كان عيد ميلاده من كام يوم بقى فعلا كل سنه وهو طيب حلاوته حلاوته نايم ننا ننا كل شوية يكبر يكبر سنة سنة والغلاوة تكتر والحب اللي بينا
يا مالك قلبي قلبي طعمته طعمته عشقه يا ناس وحبة كل شوية يكبر يكبر حبة حبة والغلاوة تكبر وتزيد المحبة عالي عالي عندي عندي ده اللي حلى 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 الأيام وخلى خلى الحياة دي حلوة كل يوم بتحلى ده اللي خلى الدنيا جنة لما شرف لما جالنا ده اللي روق بالنا وخلى الضحكة تعالى. جميل ربنا يخلي. احكي لي بقى احكي لي بقى انت ومعز والتيك توك لان الاغنيه دي موجوده برضو على التيك توك وكانت رائعه ومحققه نجاح كبير. ارجوك قولي لي بقى التاثيره والفيدباك والامهات بقى لما الامهات وكمان لو ولادهم اسمهم معز كمان يا بقى يا سلام نهار ابيض ولادهم بقى اسمهم مالك بقى يا مالك قلبي قلبي معانا معانا ممكن برضو يعني نشوف برضو انت بتتكلمي نشوف الكلاب على التيك توك اتفضل. ف يعني الامهات في امهات بتقابلني في الشارع مثلا بتعيط ليه؟ لا طب انت طلعتي ليه؟ عملت ايه؟ تقول لي اول مرة اسمع اغنية الولد ودايما بيغنوا للبنات طب بنات الولاد يعملوا رشا ليه؟ فانا كنت بغني لهم بجد كنت كانوا مبسوطين قوي ان في حد بيغني الولد وان الولد ده حاجة حلوة وان الولد ده نعمة كبيرة دايما حتى مثلا في عيد الام يعني اغاني للام اغاني دايما البنات ليها برضو حتة كده في الاغاني بقى ومش عارف لكن الرجالة مهضور حقهم شوية الا ما في اغنية للاب في ايه ده مين حبيب بابا دي مين حبيب بابا هو بيغني لابنه ما بالظبط فما فيش حد بيغني للولد يعني فانا وائل غنيمي المدير اعمالي هو اللي قال لي تغني اغنيه لابنك يعني انت كمان طفله كده وبتتنططي ومش عارفه ايه ما تعملي اغنيه معاه وتبقى حاجه حلوه يعني وعزيز الشافعي ده طبعا جبار تحياتنا طبعا لعزيز ده يعني تحياتنا ليه عالمي عملتي كام عمل مع عزيز الشافعي عزيز عملت معاه واحدة ولسه في كام أغنية برضو شغالين عليها يعني لسه حاجات جديدة إن شاء بالتوفيق الله بالتوفيق اتفضل فلا كان بصراحة يعني هو أنت اديته الفكرة هو سكت كده وراح إيه مطلع لك الإيه الخلاصة يعني فحقيقي أنا بشكره جدا لأن هي فعلا دلوقتي مفيش سبوع مفيش عيد ميلاد مفيش إلا وتلاقيها شغالة حقيقي فلا بجد الناس انبسط بيها قوي بقى بيعملوا بقى فيديوهات عليها ومش عارفه ايه طب اعمل لنا اغنيه للبنات قلت لهم ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. خليني اسالك على الام الفنانه او الفنانه الام في بتقدر ازاي انها تواظب بنلاقي امها كتير اللي يقول لك ايه ده انا مسحوله مع الاولاد مدرسه التمارين النادي المذاكره الكذا الصحيان بتقدري تعملي ازاي تقدري تلاقي مود ازاي انك تفكري في الشغل وتنقي لحن وتبصي على كلمات بتعملي ده ازاي؟ يعني والله بشتغل حتى وهو مثلا في التمرين يعني انا ما بحبش اقصر في حقه خالص يعني لا اوديه التمرين لو مثلا عندي شغل اقول لهم مثلا خليه الساعه 9 خليه مش عارفه الساعه كذا بحيث ان هو يبقى مثلا نايم وانا ممكن انزل اخلص مش عارفه ايه وارجع الصبح هو في المدرسه لو مثلا عندي ميتنج عندي مش عارفه ايه بحاول ان انا اظبط على قد ما اقدر لكن انا مبسوطه ان انا بشتغل حتى لو ممكن يحصل في فتره الشغل لانه احنا كمان شغلانتنا برضو مش ستيبل انه انت في روتين في يومي من الساعه كذا للساعه كذا انت بيبقى عندك ضغط شغل على حسب الارتباطات اللي في الشغل بيبقى فتره إزاي. فاضيه طبعا. بيبقى فتره مش عارفه ايه عندك تسجيل عندك فالدنيا برضو عندنا الموضوع اهدى شويه لكن حقيقي الشغل بيخلي الام نفسها لو هي بتشتغل حاجه بتحبها أو بتشتغل لظروف الحياة يعني اللي بيشتغل عادي ممكن ترجع يعني هي مضغوطة يعني هي مضغوطة فممكن تبقى مقريفة شوي لكن اللي بيشتغل حاجة بيحبها بيبقى راجع برضو عنده طاقة أكيد يعني فاهم إزاي الست مظلومة في ضغوط الحياة دي مضغوطة في الالتزامات اللي بقت عليها والبيت والشغل وظروف الحياة مع زوجها والناس تسند معاه شايفة كده؟ لأن الست دلوقتي كمان بقت شايلة مع الراجل مصاريف ومش عارفه ايه وبتاع وبعرف في ستات اعرفها تنزل مش عارفه تخلص اجراءات ايه ومش عارفه مش عارفه ايه الانابيب ونعم مش عارفه ايه والصيانه والراجل بس بيروح الشغل وبيرجع ياكل وبتاع طبعا بيتعب وكل حاجه لكن الست عليها ضغط اكبر مذاكره ومش عارفه ايه وبتاع وبيت وشغلها
فلا الست ربنا يكرمها يعني. الست مخلوق قوي يعني، ربنا اداله طاقة احتمال. الراجل مش عنده الطاقة دي يعني. احنا مالتي تاسكس، فاحنا نقدر نعمل كذا حاجة في نفس الوقت يعني. بتبقى بتكوي ومش عارفة ايه، وبتذاكر اللي مش عارفة مين، وبتتكلم في التليفون بتخلص مش عارفة ايه، وميتنج بتخلص. انت بتعملي كده؟ انا كده. انت كده يعني؟ انا كده بس مش قوي برضه. انا عندي مشكله في التركيز يعني، فلو حاجه واحده يبقى خير وبركه. ممكن اسالك السؤال كذا مره على فكره. فعلا برضه طيب. ابعدني عن السكه. خليني اسالك على التيك توك وتاثير التيك توك واللي انت عملتيه، ولكن بعد الفاصل ارجوكي وارجو حضراتكم خليكم معانا. شغلتي بالي نبت سهران ليالي نفكر فيك، لمن نشكي حالي اللي شغلتي بالي نبت سهران ليالي نفكر فيك، نجوم الليل والقمر يحكوا بيا حتى قلبي رح يهدى ويشكي عليا، نجوم الليل والقمر يحكوا معايا حتى قلبي رح يهدى ويشكي عليا، لموني عليك قالوا لي ننسى كندر ننسى وعقلي راح معاه، نار قلبي هو اللي هو، نار قلبي هو اللي هو. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي، ألا فاسقني كسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي، غار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم، وأحسد كاسات تقبلنا ثغرها إذا وضعتها موضع اللتم في الفم. ليل يا ليل، ليل يا ليل، يا ليل يا ليل. رجعنا تاني مع حضراتكم مع المطربة والفنانة هالة رشدي، وبحييكي مرة تانية هالة. أغنية جميلة، أداء رائع، راقي، صوت حلو، كلمات جميلة. أنا بحبها جدا، لأن هي يعني الأغنية دي أنا كنت بحبها أصلا، دي بتاعت سعد المجرد. أنا بحب صوت سعد المجرد جدا جدا، لأن هو صوت فيه حتة كده يعني حلو بصراحة. فكنت قاعدة مع إيهاب سمير اللي هو التشلو اللي بيعزف على التشلو ده، صديقي العزيز يعني. فكان قاعد كده وأنا في الاستوديو كده، رحت إيه مدندنة لما نشكي حالي كده، وبعد كده رحت مدخله فيها اصابك عشقه بتاعت عبد الرحمن محمد. فقال لي طب ما حلوه دي، تعالي نعملها كده وبتاع، مش عارفه ايه. غنتها، دخل بقى قعد يعزف بقى بالتشلو ومش عارفه بتاع. بعد ما نزلت لقيت سعد المجرد بيكلمني، بعت لي بقى على انستغرام، قال لي ايه الحلاوه دي، برافو عليكي وبتاع، وشيره بقى عنده وعمل مش عارفه ايه. فجالي بقى فانز مغاربه يعني كده. والله بس كان مبسوط جدا من الاداء يعني بتاع الاغنيه يعني. من المحطات اللي كانت جميله قوي، اعتقد من سنه وشويه، كانت لما غنيتي انا ابن مصر. وكان رائع، كان ادائها رائع، وكان في تفاعل كبير قوي ليها على السوشيال ميديا. احكي لي بقى عن الخطوه دي. هي دي
عارف الشراره بقى بتاعت هالة رشدي يعني. دي كده فجاه انا مش عارفه ايه اللي حصل. يعني كنت قبلها بعمل فيديوهات عادي وبتاع، لكن المره دي كان بابا كان في اجازه، لان هو بابا مسافر على طول. فكان بابا وماما في اجازه ساعتها، وقال لي ما تغني لي ابن مصر، انا بحب الاغنيه دي. بيحب الاغنيه، بحبها قوي قوي. وبابا كمان عارف اللي هو يعني بابا وماما تحس انهم ناس وطنيين قوي قوي يعني. يعني ممكن ينزل يبقى عايز يركب مثلا مواصلات البلد، بتوحشه عنده حنين، كل حاجه فيه عنده حنين لمصر دايما. حتى الكلاكس اللي مش عارفه ايه البتاع، هو يعني بابا وماما عندهم عشق لمصر يعني. فالمهم فقال لي غني ابن مصر عشان خاطر. طيب ماشي حاضر. فالمهم كنا قاعدين عند مينا وفي ده صديقي العزيز وبوجه له طبعا تحيه، اللي ظاهر يعني معاكي في الكليب. ايوه اللي معايا في الكليب اللي مزبط. كان بيعزف بس. فروحت له بقى كده، كنا بنضحك، ورحت مغنيه له ابن مصر رومانسي كده، وكنا بنضحك والله. بعد كده قلت له ما تيجي نعملها كده فعلا، قال لي ما ماشي تعالي نجرب. وكان بابا قاعد مبسوط قوي بقى وبتاع. رحت مدخله فيها انت تقدر برضو، كانت اغنيه تانية اللي هي تقدر تطير من غير جناحات وبتاع. رحت عامله ميرج كده بين الاغاني، عملت دمج كده بينهم، وايه وعملت دويتو يعني. صحيح. بس غنيته عملت ميدلي سوري، غنيته وبتاع. ومينا ظبط. بعد كده نزلت جبت طقم كده، قلت عشان اصور بقى مش عارفه ايه اسمه ايه ده، يلا هنصور. كان دريس ابيض تقريبا، يلا نصور. كان زي جامب سوت زي بيضه كده، وفوقيها بتاع كده كارديجان كده. مظبوط. المهم خلاص بقى ايه هنغني ومش عارفه ايه بتاع. رحنا ل تونا ده المصور اللي انا بحبه جدا، هو اللي مصور برضه ابن مصر، وهو اللي مصور لما نشكي حالي برضه. المهم رحنا في مكان كده، احمد حسن واحد صاحبنا بقى قال لنا المكان ده وحلو وتعالوا ومش عارفه ايه. المهم رحنا صورنا البتاع، بنلعب اصلا بنهرج ومبسوطين ومش عارفه ايه بتاع. نزلناه من هنا، انا كنت غايبه مثلا على الفيسبوك، انا شخص مودي جدا يعني، الفيشه بتتشد كده بقعد مثلا بتاع 3 شهور مثلا ما بعملش حاجه خالص، بعد كده انور بقى. المهم جبت نزلت الفيديو من هنا وايه وقفلت الفيسبوك. تمام. لقيت بقى هشام بقى الادمن بتاعي ده قال لي ده هو ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي بيحصل في شيرز فظيعه ولايكس فظيعه، وكم ده هو ايه الحكايه والفنانين ومش عارفه ايه وبتاع، كل انتشرت في كل حته. انتشر. فبقيت هلا رشدي ابن مصر. كانت رائعه، كانت بتاعت رائعة. ابن مصر. طب ما تيجي نسمع جزء منها. حاضر يلا بينا. هنا سدت حلمي وبدت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت وأديني ثبت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وهو رهنوا عليك تخسر وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستناك. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقاوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد الياس، تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات.
شوف الجايات وانسى الرايحات، حب الطموح وهتعمل معجزات. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. عظيم بجد، برافو برافو، ما شاء الله عليك. طيب خليني اروح لحاجه تانية خالص بقى، وهي التمثيل. وفي التمثيل عايز بس سؤال كده يعني على الهامش. مفيش مره حد قال لك ازيك يا استاذه حنان؟ ازي صحتك يا استاذه حنان؟ وحشانه يا استاذه حنان. طبعا بين انا من قبل ما تشرفي، وانا طبعا واحد من جمهورك، فانا دايما اول ما شفت هلا قلت يعني في شبه رهيب من النجمه حنان ترك. فلما قابلنا قبل الهوا، لا سبحان الله، يخلق من الشاب 40 خصوصا بالحجاب. سبحان الله، ما بتحصلش دي؟ لا وبتحصل كتير طب يعني. لا الناس اللي بيقابلوك في الشارع يا أيوة استاذ أيوة. بيحصل ده عادي يعني، ده بيحصل كتير يعني. يعني بقى دلوقتي بقى الحمد لله الموضوع برضو يعني في ناس برضو لسه يعني. ده كان مؤخرا، كان مثلا من يعني قبل العمليه مثلا بشهر او حاجه، كان في ناس خلايجه كده في كنت قاعده في الرحاب مثلا وقاعده وبتاع، لقيت ناس والله يا استاذه حنان والله نحبك وبتاع. قلت له مش عارفه اقول لكم، مش عارفه اكسفكم، مش عارفه اضايقكم، بس صوره. قلت لهم تعالوا مثلا. اخذت صوره والحمد لله والله يعني. كان نفسي بقى لو بعيد يا رب ما يعرفوا بس ومشيديها ان انت خلاص اصل يعني مش عارفه اضايقهم يعني شكلهم، اصل هم كانوا متحمسين جدا وداخلين بقى فمش عايزه اعمل كده. وبعدين كان مره في الاقصر كنت ماشيه كده، عارف بالشابو بتاع عبله كامل ده؟ عارف أيوة. عشان ما بحبش البس ال... ايوه ما بحبش البس نظارات. المهم دخلت محل وبتاع وايه بنقي حاجات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لقيت الراجل بيقرب خلاص شويه هيدخل في بقي. قلت له في حاجه؟ قال لي انا هسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه. قلت له اتفضل. قال انت الفنانه حنان ترك؟ قلت له لا والله مش هن. قال لي يعني اقول الحقيقه يعني والله مش هنغلي عليكي في السؤال. قلت له يا سيدي والله ما انا فضلنا طالعين البطاقه. لقيت بقى واحد صعب قال له يا عم دي مش حنان ترك. قال له ازاي يا جدع حنان ترك؟ قال له دي الفنانه مي عز الدين. هو اي هاتش فيا. انا خلاص اتعودت. هو اللي يقابلني يقول لي ازي حضرتك يا حنان، مدام حنان وبتاع، اتصور. فواحد يقول له دي مش حنان ترك، دي هلا رشدي. فبتمشيها. يقول له هلا رشدي؟ هي هلا رشدي اتعجبت. امال مين؟ استاذ احمد داوود. على علا رشدي. ما انا خلاص انا ما بقاليش يعني، فبقيت بعدي اي حاجه فتمام يعني. بس الشبح ده الحقيقه كبير، وعايز اقول لك من الروح. على فكره احنا بنتواصل، احنا بنتواصل انا وانا وحنان ترك فعلا. وكانت ساعتها كانت عايزه تكلمني ساعه العمليه وتطمن عليا، وقاعدين على انستغرام بنكلم بعض وكله تمام. قالت لك انا موضوع الشبه ده اول مره يعني؟ اول مره فيه. طلعت فيها كان مع صاحبه السعاده طبعا. غنيت فيها اس حبيبتي طبعا. بس طلعت معاها غنيت تتر محمد يا رسول الله. كان اول مره بقى لقيت حنان ترك منزله ستوري فيها صورتي وانا بغني وعامله فيسز عامله كده. بس من ساعتها بقى خلاص يعني بقى يعني هي حتى يعني شايفه الشبه ده. يمكن احنا كمان عارف منطلقين اكتر يعني الروح. وبالحجاب ممكن الشكل الشبه كبير جدا قريب. وبعدين جسمنا صغنن ففي حاجات كتير مشتركه يعني. حاجات يعني مشتركه كتير. طب انت يعني خليتيني اطمع ان انا اسمع جزء من تتر محمد رسول الله. طيب. يعني الحقيقه بما اننا يعني طبعا في شهر المحرم وفي ايام مفترجه ويوم عاشوراء طبعا النهارده، وكل سنه وانتم طيبه والجميع بخير. فيعني نسمع يعني جزء من تتر محمد رسول الله. محمد في الغيوم في لوحها المكتوب، محمد في الغيوم في لوحها المكتوب، بشرى
تهز القلوب بالرحمة المهداة والرسل والأنبياء صرح عظيم البناء بناه رب السماء محمد منتهى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم. طيب ده رائع جدا. نروح للتمثيل ومكتوب عليا وتعامل مع أكرم حسني وتجربة التمثيل، شفتها ازاي؟ استمتعت بيها زي الغنى، لأنه يمكن التمثيل أصلا الغنى تمثيل. فمكتوب عليا لما اتقابلنا بقى انا واكرم اول مره اتقابلنا عند اكرم، كانوا عاملين له عاملين للكابو سيربرايز بارتي عشان عيد ميلاده، وانا من اصدقاء الكابو يعني الكابو ابويا الروحي يعني طبعا حميد شعري النجم ودي افضل على اجيال يعني خرابي طبعا خرابي. جميل رائع تحياتنا طبعا حبيبي طبعا اول فيديو نزلته كان حيرت قلبي معاك، كان سيلفي كده عمل شير وكتب الصوت الرائع وجميله وهلا رشدي ومش عارفه يعني هو اصلا هو دايما دلوقتي يقول لك انا اللي مكتشف انا اللي اكتشفتها فحبيبي ده مش ما ننتظرش ليكي حاجه جديده مع حميد مع الكابو احنا عملنا دويتو مع بعض في اغنيه عوده بسكوت زماني فوت بسكوت زماني فوت صح تصدقي فعلا صح مظبوط سمعتها من فتره مظبوط فعملنا الديو ده وكنت يعني وانا بعمله جسمي بيقشعر بقى لان انا دي ذكريات بقى طبعا يا نهار ابيض يا خبر وتخلي تلف الايام وتشتغلي وتغنيها مع حميد الشاعري ايه ما ايه بجد يعني انا هغنيها معاك وهغني حاجه من الذكريات دي طب ما يلا حته كده حاضر معلش يا هلا سامحيني دي مالهاش علاقه بمكتوب عليها معلش هنرجع تاني اساسا في النص بتقولي معلومات ما تتفوتش يعني اتفضل في سكوت زماني فوت لنا سجيا ولا رحال ويهون علي الكون وانا مطحون فحب رمال رحل معايا الليل في غربة ريح مهملني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيونك بترسمني ليلي والخطاوي ناري من دموعي الليلي والخطاوي ناري من دموعي ويلي من الليالي قولي وإن ربيعي هايل 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 طيب نرجع بقى لأكرم حسني والتجربة التمثيل هم اتقابلنا بقى يومها وبعدين اتعزمنا كلنا على فرح ابن اخوه الكب. المهم رحنا ولقيت اكرم هناك طبعا انا في الافراح بقى يعني متخلفه شويه يعني هي بتنطط بقى ومش عارفه ايه وبتاع وبهزر ومش عارفه ايه وبتاع وكده وبتنطط فكنت بعمل كده بقى مع اروى جوده ومش عارفه ايه بتاع وقاعده بقى بعدين بص لي كده قال لي انت في عرق ضارب صح قلت له يعني مش عارف يعني ما تركزش يعني انبسط ما تركزش واكرم في الحقيقه هادي جدا يعني مش زي اللي بتشوفه مش عن هو باشا كده وجميل يعني المهم لقيت مديره اعماله عبير الجرحي بتقول لي تحبي تمثلي قلت لها والله انا ما جربتش بس يعني احب ماشي اوكي بس كان نفسي اخد مثلا ورشه تمثيل او حاجه قبل المسلسل لكن ما لحقتش يعني كان بعد بكره الاوديشن
فقلت خلاص انا هطلع بقى بشخصيتي بقى العجيبة دي واللي يحصل يحصل بالظبط كده. بس فللأسف الناس شافتني على حياتي فمش عارفة ايه اللي حصل. طيب نشوف هلا على حياتها جيجي في دور جيجي في مكتوب عليا مع النجم أكرم حسني. النبي يا حبيبي معلش بقى طيب خاطر اختك بكلمتين بس انا ابوك منك كده عليها ومش عايز يجيب لها الميكرويف بيقول لها قال ايه المعاش مقصر معاه والنبي معلش. طب وبالنسبه للناطع اللي هي مخطوبه له ايه؟ انت عندك حق بس هنقول ايه؟ قول ان انا اتخنقت وزهقت وطهقت من عيشتي يا ماما. يا ابني كده بقول لك ايه ما تنساش تطيب خاطر اختك بدل ما انت عمال متبطر على عيشه كده. حاضر يا ماما. يا جيجي. نعم ما تفردي خلقتك، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ياه عايز ايه؟ اديني اسبوع ولا اتنين كده بس ان شاء الله تجيلي حفله ولا حاجه ومتشغليش بالك بموضوع الميكرويف. هو هتجيبهولي ازاي؟ وفلوسك رايحه على العربيات واللبس والعيال. يا بنت اخوكي ده مش فنان كبير، اللبس والعربيات والشياكه دي جزء من تركيبتي كنجم. اسم الله عليك يا عم حمائي. تمام قوي كده، خليكوا كده لغايه اما اقعد في ارابيسكو واكبر وعنس واروح اقعد في شقه لوحدي اربي فيها قطط. هو انتم محبطين كده ليه؟ ايه الاحباط ده؟ يا بنت التاخير ده ممكن يبقى في مصلحتك. مش يمكن ربنا يكرمك وتعقلي وتسيبي الشيء اللي انت مخطوبه له ده؟ انا نفسي افهم انت عاجبك فيه ايه؟ ليلو ليلو ده سيد الناس، اللهم اني استودعتك اياه في حياتي. طيب هل في شغل جديد في التمثيل قريب؟ كان حد يعني كلموني على مسلسل لكن انا للاسف كنت ساعتها يعني لسه خارجه من العمليات بعد العمليات فما لحقتش يعني الدور يعني. لكن خدتي ورشه تمثيل بعد مكتوب عليها ولا لحقت؟ ما لحقتيش برضه. انا خلصت من هنا لبست من هنا في العمليه يعني انا خلصنا بعد العيد على طول انا تعبت. مظبوط معلش خير ان شاء الله. فلسه ورشه التمثيل يعني المفروض المتفق عليها اول 9 ان شاء الله باذن الله يعني ده على خير على خير. وسمعت كده خبر كده خير اللهم اجعله خير ان في تعاون مع الكينج محمد منير ربنا يخليه ويدير الصحة ان شاء الله باذن الله. احكي لنا بقى احكي لنا بقى ما قلناش لحد احكي لنا. بص هو انا والكينج يعني انا بحبه جدا 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 فوق ما تتخيل. وبعدين لما قابلته بقى يعني رحت له كذا مره هو مش بالعظمه اللي المفروض يبقى شخصيته بيها يعني هو لا هو بسيط قوي من ابسط ما يمكن ابسط ما يمكن يا خبر دندنه يا خبر وقعده واكل وخلاص كده مفيش اكتر من كده. وبعدين لما قالوا لي يلا الكينج عايز يسمع صوتك غني له حاجه وبتاع قلت لهم تمام فروحت مغنيه له اغنيته كانت قلبي ما يشبهنيش طبعا. تمام فغنيتها له بطريقتي انا بقى الله الله وراح مسقف بقى وقعد قال لي بصي عجبني فيك ان انت لما قلت لك غني لي رحتي مغنيه اغنيتي وبطريقتك وما غنيتيش بقى ام كلثوم بقى وقلتي تستعرضي لي بقى وتقولي جيتي بقى في الله الله قلت له يا خرام يا خرام. بس بقى من ساعتها بقى واحنا يعني حبايب قوي وبروح له وبنتفق دلوقتي على شغل يعني ان شاء الله ان شاء الله حاجه جديده خالص بقى حاجه جديده يعني ده يجمعك مع الكينج ان شاء الله باذن الله. طيب ده رائع جدا ما نسمع كده حته من الكينج دي يعني من قلبي ما يشبهنيش مثلا اللي انا غنيتها له مثلا وخليني يعني دي هتبقى مسك الختام يعني حابب يبقى الختام عالي قوي زي ما بدانا عالي قوي لان بتتكلمي مع حميد الشاعر الكاب وبتتكلمي مع الكينج محمد منير تعاون ما بينكم فتستاهلي كل خير يعني الحقيقه يا هلا سعدنا بيكي وتشرفنا بيكي وارجو ان احنا ما نكونش تقلنا عليك النهارده بالعكس طبعا. انا ما كنتش متخيله اللقاء يبقى حلو قوي كده العفو يعني عارف انا كنت جايه عارف اللي هو متوتره عشان ظهري ولسه ومش عارفه ايه بتاع وكنت شايله الهم قوي من القعده يعني بس بصراحه يعني حضرتك برضو وشك بشوش جميل ما شاء الله ربنا يخليك ويحفظك تشرفنا بيكي المطربه والفنانه هاله رشدي كل الشكر ليكي لوجودك معانا وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن واللي جاي يبقى اجمل وجاي يبقى اسعد باذن الله باذن واحد اتفضل. قلبي ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش اوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش قلبي ما يشبهنيش في الحب والاحساس وفي اختيار الناس
على كيفه على كيفه كتير وما يقوليش أصدق كتير مني 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 وأقرب كتير مني 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 ويا ما صدقته ويا ما كتير